مع الأسف الحقيقة غير. معظم الناس تظن أنه سائق الإسعاف طالع يتونس أو يستغل الفرصة على مود يطلع بسرعة، بس الواقع غير. مع الأسف نقاتل الزمن حتى نوصل حالة بسرعة، حتى نوصل للمريض على الأقل حي. وبهذا الفيديو جزء بسيط من اللي نشوفه كل يوم، مريض متوسط العمر مصاب بنزيف بالدماغ، مع الأسف توقف النفس مالته واحتاج إلى تنفس صناعي وجهاز، بحيث هذا الجهاز نحتاج إلى نقله إلى مستشفى أخرى. يلا الحمد لله تمت العملية بنجاح بجهود الأبطال وقيادة السائق بسرعة وتذليل العقبات أمامنا من خلال الناس. بس هل كل الناس ساعدت بهالشي؟ هل كل الناس شاركت بإنقاذ نفس؟ مع الأسف لا، معظم الناس ساعدت، بس أكو بعض الناس ما كانوا يفتحون الطريق، ما كانوا يساعدونه، ما أعرف ليش، عبالهم دنلعب دنسوي شي ثاني. يا أخي افتح طريق، هذه حياة ممكن ناس تكون سبب بإنقاذ حياة مريض. عافاكم الله ودمتم سالمين.